على العهد باقون لأمانة الشهداء حافظون، على دربهم سائرون لداء الوطن ملبون، هو لسان حال بواسل الجيش الوطني الشعبي. قسمهم كان ولا يزال عظيما. هذا علمنا، نضع أمانة في أعناقكم، فاحفظوا الأمانة وصونوا الوديعة ودافعوا عنها حتى آخر قطرة من دمائكم. قسمهم كان ولا يزال عظيما، قسم جيش ولد في معاقل ثورة تحرير عظيمة، فارتبط بالعهد مثلما ارتبط بالأرض التي ارتوت بدماء الشهداء. بالأمس كانوا رجالا لم يغمض لهم جفن حتى استقام عود الجزائر وقوت شوكتها، واليوم هم صناع تاريخ حافل بإنجازات تليق بسليل جيش تحرير أبي وبنبل المهام الدستورية العظيمة الموكلة لهم. لم يقتصر دور الجيش الوطني الشعبي على معركتي البناء والدفاع، كلما كان الموعد دقيقاً وحاسماً كانت المشاركة قوية ومتميزة في الهبات التضامنية الكبرى خلال مختلف الأزمات والكوارث الطبيعية. بقي الحس الصادق سيد المشهد لجيش يقف إلى جانب شعبه في كل الظروف والأحوال. والجيش الوطني الشعبي إلى حد الآن مجاهدين حافظين على الوطن. مشاهد التحدي والصمود وثقتها المهمات الوطنية للإنقاذ، جنود لم يتوانوا ولو للحظة عن تقديم يد العون، يجابهون الموت وهم يؤدون مهامهم النبيلة جنبا إلى جنب، يخمدون النيران مع رجال الإطفاء حماية للأرواح. ونراهم وسط العواصف الثلجية يفتحون المسالك المغلقة ويقدمون المساعدات الغذائية ليعيدوا الحياة لقرى معزولة جمدت فيها الحياة. ووصولاً إلى أبعد نقطة حدودية مدت قوافل الأمل بالشفاء، طواقم طبية عسكرية تقيم المستشفيات الميدانية وتوفر المساعدة العاجلة، فتغيث الملهوفة وتواسي المتضرر بالعلاج والدواء. النهار هذا ونتعنوا والله يبارك، الضباب جونا الطباء فوتوا على أولادنا فوتوا علينا. وما أبرزته أزمة كورونا جسد بحق أسمى معاني الإنسانية والتضامن التي عكستها مشاهد أسراب الطائرات العسكرية التي كانت تقطع آلاف الكيلومترات جواً دون انقطاع لجلب شحنات اللقاح ومكثفات الأكسجين والمعدات الطبية لمواجهة الوباء. محطات مشهودة على امتداد الأجيال تقف على عتبة مستقبل المشرق يبقى فيه الجيش الوطني الشعبي الحصن المنيع والمدافع الأول عن أمانته في حماية الوطن والمواطن والمكتسبات مهما اختلفت وتعددت المهام.